الموضوع عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم ما بتعلق بإجراءات حكومية فاعلة أو من عدم وجودها. عودة السوريين بحاجة لقرارات من الحكومة السورية نفسها تشجعهم على العودة لبلادهم، وأتوقع أن الحكومة أصدرت، الحكومة السورية طبعا نتحدث عنها، أصدرت مراسيم عفو على الهاربين من الخدمة العسكرية، عدا عن حاجة السوريين لمأوى وفرص عمل، وهو لغاية الآن لا يتوفر في قراهم ومدنهم بالشكل المناسب لتشجيعهم على العودة. أولا نحن نؤيد عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، ولكن الإجراءات الحكومية الأردنية هي إجراءات محدودة بالنسبة للإجراء الكبير الذي على الحكومة السورية أن تتخذه. الإجراء الوحيد الذي يجب أن تتخذه الحكومة السورية أولا أن تفصح عن الوضع الأمني في سوريا حتى يطمئن السوري لعودته إلى بلده. أنا بعتقد يعني أنه اللاجئين السوريين سيعودون إلى أوطانهم طوعا، يعني خلال الأشهر القادمة، 3 أشهر، 4 أشهر، 6 أشهر، سنة، لأن الأوضاع بدأت تهدأ في سوريا شيئا فشيئا، ولكن هناك بعض المناطق ما زال في نقاط التهاب في عدد من المحافظات في الجنوب السوري وفي الوسط. ومن المتوقع يعني أنه عاد عدد لا بأس به من الأردن ومن لبنان ومن تركيا، وهم الآن في طور العودة إلى وطنهم، وبالتالي يعني لا أرى أن يعني هناك داعي للتضييق عليهم والطلب منهم مغادرة الأردن، لأنه أيضا هناك إجراءات دولية تتعلق بهذا الموضوع، وهناك يعني لجان من خلال الأمم المتحدة تتولى موضوع اللاجئين سواء بالأردن أو الدول المجاورة لسوريا. ريثما تهدأ الأزمة السورية أتوقع أن يكون يعني هناك عودة لمعظم هؤلاء اللاجئين، وبالتالي أي واحد لاجئ بهمه أنه يعود لوطنه، ولكن ممكن أن يكون هناك بقايا من بعض الأشخاص يتبقوا في الأردن، وبالتالي ممكن أن يعودوا بعد أن تنتهي هذه الأزمة. إجبار مستحيل، مش مستحيل، هو لابد منه، بس يعني أنت عندك الإجراءات، حق العودة حق مشروط لأي لاجئ، إن شاء كان سوري إن كان فلسطيني، فهو حق عودة في النهاية. بس حجم الدمار اللي في سوريا يعني بده شغل لسه، يعني بده سنوات لقدام.